مهران على اليسار معلول وسط الدفاع حسين بن يوسف ياسين مرياح في السنتينيل يلعب الياس الصخيري على يمينه فرجاني على يساره بدري في وسط الميدان الهجوم على اليمين يلعب فخر الدين بن يوسف الروج 23 على اليسار سليتي نعيم يا رب ينعم علينا وعشرة وهبي الخزري يا رب وهبنا انتصار في مباراة الكبار منتخب انجلترا. هذا الرسم التكتيكي حسب الفيفا في انتظار الميدان 4-3-3 لتونسنا منتخب الانجليز لحراسة المرمى حارس التوفي سيفرتون بيك فورد رقم 2 ووكر 5 جون ستونز 6 ماغويا اليوم ان شاء الله تو بي اور نوت تو بي نتاعهم نتاع شكيه معلول ترجع كورة المعز حسن من محمود ديلان برون كورة عن طريق بيع الكورة حتى مات ويصل لك الوحيد اش تعمل اش تعمل وبرافو معز 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 حسن يمنع كورة الديلي علي فرصة كبيرة فرنسا الجارة في 2016 بالراس وكورة ممتازة خشينا برشا قوية برشا معز معز علي يلعب كورة خطيرة فرصة كبيرة والهدف الأول يضيع الهدف الأول يضيع انجلترا نارية انجلترا نارية دولات وخمسة هزائم ولا مرة ربحنا فريق أوروبي ترجع الكرة وسط الميدان ترجع الكرة بامتياز عن طريق محمود يمشي برون ديلان برون الكرة تمشي هاري كين خطيرة هاري والكرة من الحارس رد بالك والكرة ترجع المعز ولكن كورنر الركنية الشنبة قوة انجلترا في الراس رد بالك بالراس ومش ممكن الهدف الأول 1-0 عن طريق هاري كين هاري كين يسجل أول هدفه في المونديال 10 دقائق لعب من الشوط الأول انجلترا بشكل منطقي لسير المباراة يفتتحون بواب التسجيل معز حسن يلعب وحده ضد انجلترا يطلع يقفز يرتمي يتألق يرجع كورة سابة المعز حسن نجم المباراة في أول ربع ساعة لحد الآن شكله الإصابة مقلقته برشا في كتفه هذه هي كرة القدم لكن من أول ربع ساعة نقدر نقول لك والنجم نقول أن ربحنا حارس كبير كبير برشا وفرصة الهدف الثاني ترجع الكرة مرة أخرى خطيرة برافو فاروق برافو فاروق بالوصفة كرة كرة ديلي علي كرة من ديلي علي هو ترجع الكرة ملعبة طويلة عن طريق الحارس بيكفورد يمشي كرة محمود زيد يا محمود يلعب الكرة برون والكرة في الركنية يلا الأولاد يلا الأولاد ترنا في منشر 2006 يا ربي الثاني بالراس اضرب كرة قدم يا نعيم يضرب نعيم والكرة اوت ضربة مرمى لبيكفورد تاري اشلي يونغ يلعب كرة صعيبة برشا فرصة كبيرة ومن الطرف الله ضاع الهدف الثاني كأني أرى الشوط أول في ماتش البرتغال كأني تونسية كرة ممتازة ألعب مليح يخرج بيكفورد وابي وابي الخزري وابي فرجاني فرجاني والكرة أوت وضربة ركنية المنتخب التونسي يلا الأولاد خير امشي بالكرة اضرب الرأس روت اضرب الكرة يا سي المنتخب التونسي التوزيع ويني بالرأس محاولة أخرى كرة خطيرة التغطية موجودة تيح له يمشي ياسين الكوفرتور أولاد البريمير ليج ولاعبون أولادنا ترجع الكرة عن طريق ديلان برونو كولومبي الكولومبي عسس الطريقة على القائم الثاني بالراس وبرافو يا فاروق يمشي وينه عليه متأخر في التغطية يخرج سيام بن يوسف وينه ضربة راس اضرب يا روش ضربة جزاء بلانتي بلانتي المنتخب التونسي في الدقيقة 33 ضرب يا ربي معاك يا فرجاني فرجاني فوق صوت نسورك يا الخضراء منتخب التونسي الثاني يا ربي الثاني تونسنا الرجال تونسنا والكرة فيها شيء هيا الكولومبي اضرب بعد وكرة خرجت المنتخب التونسي سلامات سلامات سلامات. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر